بنرحب بحضراتكم زي ما نوهنا انا وكريم في بدايه الحلقه ان احنا فقره من الفقرات معانا رياضه اسمها الكبادي. ايه بقى رياضه الكبادي دي؟ هي لعبه بتعتمد على لياقه بدنيه كبيره، وانتشارها كان تحديدا في جنوب وشرق اسيا لغايه بقى لما وصلت اغلب انحاء العالم، واكيد دخلت كمان مصر. هنعرف دخلت مصر امتى وايه الرياضه الكبادي دي اصلا، كل التفاصيل. بس خلينا نرحب بدكتور اسامه سعيد رئيس الاتحاد المصري للكبادي. كبادي كده صح؟ صباح الخير. منور الدنيا يا فندم، سعاده بوجود حضرتك معانا. خلينا بعد اذنك نبتدي بالسؤالين اللي نهاوند ختمت بيهم المقدمه. هي دخلت مصر امتى وهي اصلا عباره عن ايه؟ هي دخلت مصر في 2017 وبدانا نشتغل على ندوات تعريفيه وتنشيطيه، بعض الانشطه في كذا مكان، ورسميا تم اشهار الاتحاد المصري للكبادي 2019 في اخر ديسمبر 2019 بقرار السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي، وتم وضع خطه نشاط محلي وان شاء الله جاهزين للمشاركه الدوليه. بالفعل بقى في فعاليات واشتغلنا في اكثر من نشاط. طب نعرف عن حضرتك الاول، يعني برضو يعني دكتور اسامه حضرتك يعني باك جراوند ايه علشان بعد كده نتكلم ان حضرتك دخلت هذه الرياضه برضو مصر، يبقى لازم يبقى في صله. بص حضرتك، انا دكتور تربيه رياضيه ومدرب مصارعه ومدرب اولمبي مصارعه. اخر بطوله حصلت عليها اولمبيات الارجنتين ميداليه برونزيه وعده بطولات عالم. وبعد كده درست لعبه الكبادي وكانت موجوده في احد الدول العربيه العراق، واخذتها واشتغلت عليها. دعيت للهند في اجتماع الاتحاد العالمي تدشين الاتحاد العالمي ودخلت اسم مصر فيها، وبدات عجبتني اللعبه بدات دخلتها. طالما اتاسس يعني اتحاد مصري للرياضه دي بالتحديد، معنى كده زي ما حضرتك بتقول ان في خطه موضوعه، ومعنى كده ان في برضو يعني متطلبات لازم تكون موجوده عندكم، او يعني حاجات متحققه عشان تقدروا تنشروا الرياضه دي بشكل منظم. فخطتكم عباره عن ايه وايه الحاجات اللي انتم كنتوا لازم تكونوا موجوده عندكم الاول عشان بناء عليها تشهروا هذا الاتحاد؟ والله الفكره كانت لازم نقول للناس يعني ايه كبادي. بالظبط، طبيعي جدا كنا بنقول يعني ايه كبادي. فالكبادي اصلها يعني معنى الكلمه باللغه التنميليه في اللغه الهنديه تشابك الايدي للدفاع عن الحصن. بشبك ايديا عشان ادافع عن بيتي. أوكي. عن مكاني. حتى المهاجم عندنا في لعبه الكبادي اسمه مغير، اللي بيعمل الاغاره. يعني انا قاعد في بيتي هو اللي بيجي يهاجم عليا، فبشبك ايدي انا وزمايلي عشان ندافع عن اللعبه. فدي لعبه الكبادي. فبدانا نعمل نعرف الناس يعني ايه كبادي من خلال ندوات تعريفيه، من خلال انشطه صغيره كده زي الميني كبادي نعرفها للاطفال في المدارس وفي الانديه الى اخره. فاكثر من محافظه تعمدت ان انا اخرج بره القاهره الاول، يعني بدات من بره الدايره قبل ما اخش في السنتر، وده كانت ليه مردود كويس جدا الحمد لله. في الانشطه اللي جايه اشتغلت على عده محاور. محور الكوادر، لازم يبقى عندي كوادر بشريه، يعني زي ما لازم يبقى بدور على لاعب يبقى بدور على حكم على مدرب على اداري. فبدات عملت الكلام دوت، وبدات عملنا اول دوره. لما عملنا خطه نشاط عملنا الدوره الاساسيه للكبادي لاعداد حكم ومدرب واداري، والحمد لله نجحت. اكثر من 85 دارس. اخر دوره لسه عاملينها برده من 13 فبراير الدورة الثانية، وبرضو اشترك فيها أكثر من 40 دارس. وقدرنا نعمل كوادر للعبة نفسها من أكثر في أكثر من محافظة. طب ماشي، يعني أنا قريت عنها شوية على فكرة. اللي أنا فهمته إن هي عبارة عن شوطين، كل شوط 20 دقيقة في 5 دقائق بريك، والناس بتمسك هات يا كريم إيد. يا سلام، دي اللحظة اللي أنا مستنيها من أول ما البرنامج ده طلع. كده يعني بنمسك إيد بعض. أنا المغير بخش أهلي. بس والمفروض الفريق الثاني زي ما حضرتك بتقول بيحاول إن هو يخترق الدفاع ده. يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمها أكتر. طيب هي هنقول ان اللعبه الفريق بيتكون من 12 لاعب. ال 12 لاعب دول سبعه جوه الملعب وخمسه بيبقوا قاعدين على دكه الاحتياطي. رسمه الملعب زي رسمه ملعب الفولي تقريبا، من غير طبعا ما شبك واي حاجه زي كده. هو 13 متر في 10. نص الملعب ده بيبقى فيه فريق ونص الملعب الثاني فيه فريق. زمن المباراه 40 دقيقه على شوطين زي ما حضرتك قلتي، وخمس دقائق راحه. المهاجم بيبدا الهجمه بتبقى بالتناوب، هجمه من هنا وهجمه من هنا، مش شرط كسبت او خسرت بقى لازم هجمه من هنا وهجمه من هنا. انا اللعيب بيطلع من عندي كمهاجم بيطلع يهجم على اللعيب، زمن الهجمه 30 ثانيه. بيعدي خط النص بتبدا الهجمه 30 ثانيه، بيحاول يلمس اكبر عدد من الفريق المدافعين. المس واحد اثنين ثلاثه ان شاء الله سبعه، المهم ان هو بيتحقق لي نقاط لما اجي ارجع ارضي تاني، يعني لما ارجع خط المنتصف تاني، يبقى اذا خط المنتصف ده خط حيوي هام جدا لبدايه الهجمه ونهايه الهجمه، تمام؟ لما برجع اكبر عدد من الناس اللي انا لمستهم باخد عليهم نقاط وبيستبعدوا او بيخرجوا بره يقعدوا على الدكه بره.
بيرجعوا تاني امتى؟ وقت ما فريقهم يحقق نقطة. يعني هي الحكاية بتتحسب بمجرد اللمس، مفيش مساحة في الرياضة دي لالتحامات قوية ينتج عنها إصابات؟ لا بص حضرتك، كل الرياضات اللي في العالم حتى المشي فيه إصابات، ولكن الالتحام عندنا التحام التحام مستهدف، يعني مش التحام بغرض ان انا مثلا اخطف حركه زي المصارعه او زي الجودو او بتاع، لا مستهدف ان انا ايه بحاول ابعده او امنعه ان يرجع ارضه اللي هي خط النص تاني، لان هو طالما لمس حد من عندنا هيروح يعدي خط النص هياخد علينا نقطه ويستبعد اللعيب بتاعي، فبالتالي الالتحام عشان ايه امسكه من الانكل، في مهارات بقى اللي هي ماسك الانكل ماسك الوسط. صوره واحد بيتعذب اهو، يعني هو مش بيتعذب، هو عمل الهجمه وهو رايح بيحاول يروح يلمس خط المنتصف، والمدافعين طبعا بيحاولوا يمسكوه من الانكل الرجل طبعا ندم السنين انه حاول يعدي خط ال طبعا المباراه بيبقى فيها اثاره وتشويق طبعا. لو مباراة كورة وفي فريق مثلا كسبان 3-0 4-0 بنقول ان هو ركب المباراة والموضوع انتهى. احنا عندنا في الكبادي لغاية اخر لحظة ما تعرفش مين كسبان، لانه اللعيب ممكن يعدي يلمس 4-5-6-7، فالسكور طالع نازل لغاية الاخر. وحجم الانتشار اللي اتحقق لغاية دلوقتي ايه بالنسبة للرياضة دي؟ يعني كحد طموح الحمد لله، يعني هقول ان انا يعني شوية راضي عن الانتشار، انما كحد بالخطة بالورقة والقلم لا، احنا انتشار كويس جدا بحكم ان احنا حوالي دلوقتي 15 نادي على مستوى مصر بيشاركوا، مش قليل كلمه 15 نادي بمراحلهم السنيه من اول الكيدز لغايه ال 15 سنه لتحت 18 بشكل نظامي، تمرينات ومدربين ومعسكرات واجهزه فنيه وبقول لحضرتك احنا عملنا شغالين على الكوادر اللي هي الحكام والمدربين، وعاملين شغل كويس جدا، ومستوى الحكام نفسه بقى يرتفع. اخر بطوله كانت بطوله كاس مصر للرجال والسيدات كانت في بورسعيد يوم 17 يعني تقريبا من كام يوم، في سيدات كمان رجال وسيدات فن. حلو ده. وكانت شغاله في لايف شغال، الاتحاد العالمي بيتفرج على البطوله، الاتحاد الافريقي، دول العالم بتعلق وبعتوا رسائل ومبسوطين من الاداء الفني ومستوى الفني، خبراء فنيين في الاتحاد العالمي كانوا بيتفرجوا وبيشيدوا بالمستوى، لانه في تتبع على طول، وانا حابب ان يبقى في نافذه دايما مفتوحه على الكبادي المصري للعالم كله، يعني ما بشتغلش مقفول، لا بالعكس انا بشتغل مفتوح عشان لو في اي اضافه اي معلومه ابقى قادر ان انا اصلحها واعدلها وامشي على المسار الصحيح على طول. طب والمدربين، هل احنا مثلا بنجيب مدربين من شرق اسيا الموطن الاساسي للرياضه دي، ولا عندنا مدربين مثلا راحوا اخذوا كورسات وهم مصريين؟ يعني حضرتك جيت على النقطه المهمه اللي كان استاذ كريم بيسال فيها دلوقتي، الامكانيات اللي احنا متاحه لينا ايه عشان نقدر نشتغل فعلا. احنا محتاجين كادر يبقى خبير من الخارج يقدر ينقل لنا التقنيات الحديثه بتاعه اللعبه. احنا اجتهدنا، ومش شرط ان انا لوحدي اللي ابقى ناقل، لا لازم غيري يبقى بعمل كوادر عشان يبقى في بدائل وناس موجوده. شغالين على الكوادر الوطنيه اللي موجوده، المدربين المنتخبات، لكن يعني النهارده ان شاء الله بدانا ان احنا نخاطب الوزاره معالي الوزير الاستاذ دكتور اشرف صبحي بان يوفر لنا خبير وطني من اللعبه، وفضل يكون من البلد المنشأ اللي هي الهند، ان هو يبقى موجود معانا نستفيد بيه في اللعبه، خصوصا انها لعبه جديده وليها تقنيات حديثه، وبنجهز كمان لبطولات دوليه. جميل جميل. لا واضح ان انتوا عاملين فعلا يعني ايه ماشيين على خطه، في هدف حقيقة متحدد من اول لحظه، يعني كما هو واضح من كلام حضرتك. لا حضرتك من ساعه ما مسكنا احنا مجلس اداره الاتحاد عاملين خطه وماشيين في كذا اتجاه بالتوازي في وقت واحد، يعني سواء اعداد الكوادر او اللعيبه او المنتخبات. على ذكر اللعيبه، هل في الرياضه دي مساحه للاحتراف، ولا لسه الرياضه ما انتشرتش انتشار كافي تخلي بقيه الخطوات المنطقيه اللي بعد كده تبتدي تحصل واحده ورا الثانيه؟ وهل عندنا محمد صلاح في اللعبه دي؟ هل عندنا مثلا لعيبه مميزين واعدين؟ اولا بره، مش هقول بره، في الهند اصلا الكبادي بره مش انديه بس، شركات، يعني ميتاب بتشان ابنه عنده شركه للكبادي. تلاحظ في الافلام الهندي شاروخان والابطال العظماء بتوع الهند الممثلين لازم بيخلدوا رياضه الكبادي موجوده عندهم، من الالعاب الشعبيه زي المصارعه وزي الكروكيت وزي الرجبي، فموجوده عندهم اوريدي شركات، وفي دوري محترفين، ودعينا قبل كده لعيب من عندنا في مصر تم دعوته انه يحضر الدوري العالمي دوت، كان لمده شهرين وكان طبعا ليه امتيازات كتيره قوي، بس ما كناش لسه طلع قرار الاشاره الرسمي بتاعنا، كان في 2018، فطبعا ما نقدرش نشارك بصفه رسميه يعني صورية او غير رسميه. فاضطريت ان انا استنى لغايه لما نبقى رسمي، عشان الحمد لله في مطلب على المصريين كتير دلوقتي، الفريق المصري للمستوى الفني العالي.
عندنا لاعبات ولاعبين مولودين كويسين جدا واحرزوا يعني نتائج ومستوى فني عالي جدا يؤهلهم ان هم يبقوا ند للعيبه اللي بره. انا عايز اسال حضرتك حاجه، يعني كل دوله لما بتبقى معروفة برياضة معينة أو مشهورة برياضة معينة زي مثلا البرازيل كرة القدم، تلاقي شوية مثلا آسيا البينج بونج أو حتى المصارعة الفنون القتالية. طيب أصل اللعبة دي عشان يظهر، إحنا عرفنا أنه هو جاي من جنوب آسيا والهند، بس أصل اللعبة يعني أنا أصلا وأنا دلوقتي بتفرج حسيت أن هي الأطفال ممكن يكونوا هم اللي ابتدوها، لأن هي صح يا كريم تحس أن هي لعبة التحام أطفال مع بعض مثلا وبعدين تطورت، يعني أنا حاسة كده ما أعرفش هل ده صحيح ولا لا. هو كلام حضرتك جميل. اللعبة لو أنا هقول أصلها من الهند فقط يبقى انا كده بضيع حق مصر، لان اللي انا اتفاجئت بيه كباحث بقى في علوم الرياضه ان وانا بشتغل عليها في مصر كلها لقيت في بعض الناس في كذا محافظه يقولوا لي اسمها بلتك عندنا هنا في مصر، يعني منشاها فرعوني عايز تقول. وفي قالوا جاي في مصر في بعض المحافظات. الحمد لله حاليا دلوقتي انا شغال على بحث كبير عن لعبه الكبادي ومنشاها وتاريخها، ان لو مصر ليها جذور في حاجه زي كده لازم احفظ حقها وتبقى موجوده برضو على الجدران. اكيد هيبقى في تاريخ ليها، وممكن دكتور زي حواس بقى يساعد في الجزئيه يعني ان شاء الله. ده ببحث فيه دلوقتي من ساعه ما جبتها وانا عمال ببحث في اصل اللعبه، سواء هل في الهند بس ولا في دول تانية وفي مصر بالذات تاريخها واصولها وجذورها ايه. بالنسبه للاطفال زي ما حضرتك بتقولي يعني انت دوست على حته كويسه جدا، انا لما بروح اعمل ندوات تعريفيه في بدايتها معظم الالعاب او اي حاجه بتروحي تشرحي جزء نظري وبعدين تبتدي تشتغلي العملي. انا بعكس، انا بنزل اشتغل بلعب مع الاطفال طبعا اللعب، بنزل بنلعب على طول اللعبه وبشرح اللعبه واحنا بنلعب وابدا احط قواعد واحنا بنلعب قواعد مبسطه، فبتلاقي الولاد بيستمتعوا وبيشتغلوا ان هي لعبه بسيطه جدا ومفهومها لذيذ وسلس. الجديد بقى ان انا شفت ان عندنا ذوي القدرات والهمم، شفت فيديوهات بيلعبوها وشفت بالفعل وانا في الهند ناس بتلعبها ذوي القدرات والهمم، فدي حاجه كويسه برضو. ملف موجود عندنا ان شاء الله هنهتم بيه وهيبقى موجود باذن الله الفتره الجايه. ذوي القدرات كمان بيمارسوا اللعبه. ذوي القدرات طب ليهم بقى رول معينه أكيد ولا وفقا لنوع الـ 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 الحاله يعني يعني وفقا لنوع الحاله هتبتدي في لجنه ان شاء الله هتتشكل في الاتحاد انها تبحث في دوت، لان يعني يبقى كل قطاع في مصر يبقى ليه حقه المشروع في اللعبه. حضرتك بتقول ان انت ابتديت عكس المعتاد، ابتديت من بره وصولا الى القاهره، ابتديت من يعني محافظات البعيده عن القاهره وانتهيت بالقاهره، فده بطبيعه الحال معناه ان حضرتك اتكلمت او اتفتح حوارات ما بينك وما بين اولياء الامور، سيبك من الاطفال نفسهم انا بتكلم على الاهالي واولياء الامور. هل حسيت ان الرياضه دي الناس استوعبتها قوي، حبت ان ولادهم يشاركوا فيها؟ لان انت عندك برضو مفهوم يعني كلاسيكي الى حد كبير بالنسبه لاولياء الامور اللي عايزين ولادهم يلعبوا رياضه، كوره مثلا، جمباز، سباحه، في رياضات بعينها عاده الاهالي بيختاروها لاولادهم، فانت بتقدم لهم حاجه جديده خالص يمكن ما سمعوش عنها قبل كده، كان حجم التجاوب ايه؟ اقول لحضرتك حجم التجاوب ايه النهارده. ولي الامر لما بيسمع اللعبه او بيقرا عنها بيبدا يوجه ولاده زي ما حضرتك قلت كده انما لما يمارس اللعبه وتعجبه ولي الامر نفسه. ما انا بقول لحضرتك انا من ضمن الحتت اللي انا روحتها مثلا كنت في تور سينا واحد الصالات الجميله اللي معموله في بلدنا، وولي الامر قاعد بعيد عني بتاع 15 متر كده. اوكي. اثناء ممارسه الولاد الصغيرين وهم بيلعبوا شويه الاقيه جاب الكرسي بقى 10 متر 5 متر بقى جنب حرف البساط كده، لغايه لما رحت عامل دعوه لاولياء الامور الموجودين لو يحبوا يشاركوا، وقاموا بالفعل اول واحد جري كان موجود هو ومشارك بالفعل. في احد المحافظات في الصعيد نفس الكلام، كان في اساتذه الجامعه جايين يقيموا اللعبه ويشوفوها ايه وقاعدين على الستيج كده بيتفرجوا. نزلوا وشاركوا بالفعل، حقيقي نزلوا وشاركوا بالفعل. هي ممارستها سهله وبسيطه ومشوقه، ولما تبص تلاقي اولا اللعبه لازم المهاجم لما بيعدي لازم يقول كلمه كبادي بصوت عالي، هي ليها فلسفه برضو انك انت بتدافع عن بيتك سواء بايدك او بجسمك وفي نفس الوقت بالصوت وانت بتهاجم صيحه يعني. لازم يقول كبادي 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 كبادي، لو ما قالش بيخصم منه نقطه وبيرجع تاني يعني. أوكي. ليها فلسفه جميله كده ولعبه مشوقه. والله بتفكرني بالعابنا واحنا صغيرين، عشان كده بقول لحضرتك هي اكيد اصلها كنت بتلعبيها يا فندم دلوقتي. لا هي احنا كنا بنلعب حاجات واحنا صغيرين شبهها على فكره. ايوه انا فاكره. طب شبه ايه فاكر يعني؟ اللي هي استغمايه وبعدين تجري، وبقى كنا بنعملها اوقات جروبس مش بس واحد. أوكي. يعني كنا ما هي فيها مسك فعلا فيها شد وجذب يعني. بس لو الموضوع فعلا اتضح بعد ما حضرتك تخلص دراستك وابحاثك، لو اتضح ان مرجعيتها الاصليه فعلا للحضاره الفرعونيه، هو ينفع يكون في حاجه زي كده وما تكونش معروفه؟
لا اكيد يعني احنا من يعني في القرن ال21 دلوقتي، ولا عشان كده بقول لك يعني لازم كل حاجه حاضر. لا انا بقول لحضرتك انا فوجئت في احد المحافظات في كذا محافظه قالوا لي بلتك وجاي وبتاع، ففي العاب شعبيه هي تندرج تحت برضو الالعاب الشعبيه. أوكي. ان في العاب شعبيه موجوده في كثير من المحافظات الناس بتمارسها وبتخترعها، زي ما سوزان قالت ان كنا بنجري ورا بعض استغمايه. أيوه. الحاجات زي كده، فممكن تبقى شبيهه يعني. صح. ممكن ايام الفراعنه بيلعبوها بشكل تاني. صح. ما كانش اسمها استغمايه بس احنا يعني غيرنا وطورنا اللعبه. عندنا انديه في محافظات كتيره زي نادي قارون، نادي بورسعيد، يعني بدانا في الفيوم، في بورسعيد، دخلنا في صعيد مصر، في اسيوط، في الاقصر، طلعنا في بحري، في الدقهليه، القاهره موجوده، في الاليوبيه، في اسكندريه، في السويس، في اسماعيليه. جميل. البطوله اللي جايه في اسماعيليه بنحاول كل مره نعمل بطوله في محافظه شكل. يعني اللي بنشده حاليا واتمنى انها تبقى في الانديه الكبيره بقى اللي موجوده، وخصوصا هي لعبه يعني ما هياش مكلفه قوي. يعني لعبه تلعب على بساط الفيل دوت. مساحته 13×10 بجانب المساحه بتاعت السيفتي. الموضوع بسيط ولعبه جماعيه ما هياش لعبه فرديه. فأتمنى انها تبقى في الانديه الكبيره، وخصوصا ان انا في قناه النادي الاهلي. حضرتك نورت النادي الاهلي ونورت برنامجنا وسعيدنا جدا بوجود حضرتك معانا. نورتنا. شكرا. نورتنا يا دكتور اسامه. شكرا. وان شاء الله الحلم يتحقق، ويعني كمان طالما هي رياضه فعلا عليها اقبال بالشكل ده وممكن نكون متميزين فيها فليه لا فعلا. يا رب يا رب ان شاء الله. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.